البداية مع العناوين. الأوضاع الاقتصادية تحرك بعض الشارع والغطاء سياسي. إصابات كورونا ثلاثة وحسن ما يحصل اليوم هو خطر داهم لنسف كل الإنجازات. رئيس الجمهورية: التصدي لآفة الفساد ومكافحة الآفة أمران حتميان. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر موقع otv.com.lb ومن خلال صفحاتنا عبر فيسبوك وتويتر. عشية ما يتوقع أن يصدر عن الحكومة من قرارات إصلاحية على الصعيد المالي، عاد مسلسل قطع الطرقات في أكثر من منطقة لبنانية. فقد شهدت الزوق محاولة قطع الطريق عند نقطة السيسويت من قبل بعض المواطنين انتهت بالفشل على عدة مراحل بعدما نعهم الجيش اللبناني الذي أعاد المحتجين إلى طرف الأوتوستراد وفتح السير أمام اللبنانيين العالقين بسياراتهم، إلا أن المتظاهرين من الحزبيين أصروا على معارضتهم للجيش وصولا إلى التعدي عليها، فاستمر الكر والفر لدقائق في هذه المحلة. وفي وسط بيروت حاول البعض أيضا قطع الطريق هناك، أما في النعمة فقد قطع الطريق على اتجاهين قبل أن يعاد ويفتح مسلك من الأوتوستراد. وكانت قيادة الجيش أكدت احترامها حق التظاهر، داعية المتظاهرين إلى عدم قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة. الوزير السابق غسان عطلة وفي إطلالة عبر حوار اليوم من الأو تي في تناول مختلف التطورات على الساحة المحلية ومنها عودة الحراك إلى الشارع. الحزب التقدم الاشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانية بالعلن عم بيقولوا نحن بعدنا منا جبهة وحدة، ولكن ضمنا في قناعة عن جزء كبير من الرأي العام انه هن جبهة وحدة. شو شايف بهذا الموضوع؟ ما فيهم ما يكونوا إلا جبهة واحدة، يعني حتى لو الدكتور جعجع عم بيقول نحن عم نتعامل مع الحكومة على القطعة، وحتى لو أنه عم يتميز بموقفه شوي، يعني نتمنى من دكتور جعجع أنه عن جد هالمرة يشوف الأمور بطريقة أوضح. يعني بيتذكر هو بالتسعين شو صار، كيف قالوا له وبعدين شو عملوا فيه، وبيتذكر بال 2005 شو صار بالتحالفات، وين راح وبعدين شو صار معه. يعني بنتمنى انه هالمره يكون اكثر وعيا للمرحله ولوين معقول تاخذنا. كل ما بدك تروح باصلاح حقيقي للدوله رح تشوف ناس تنزل على الطريق وتقطع طرقات، ورح تشوف اعاده احياء لما يقال عنه ثوره، لانه مش مطلوب يروح. بس ما في كمان يعني سؤال يعني مكرر شوي، بس كمان اللي عم ينزلوا على الطرقات ما بدهم اصلاح؟ ما في قسم منهم بده اصلاح. طب لما انت اليوم تشوف هيدي الحركه بالوقت اللي الحكومه عم بتقدم قوانين نهار الثلاثاء، عندها جلسه مهمه جدا لقوانين محاربه الفساد، شو بتقول؟ طب ما فينا نعطي فرصه للثلاثاء تنشوف الحكومه شو بدها تقدم؟ لما تشوف رئيس الحكومه بيطلع لاول مره بيوجه اتهامات صريحه وبيسال عن المال بالدوله واين المال والارقام الحقيقيه وكل هيدي الامور، ما بتقول شوي غريبه؟ يعني ليش بهيدا الظرف بدنا نطلع نحن نعمل هجوم على الحكومه بالوقت اللي بلشت الحكومه تحط اصبعها على الجرح مزبوط وتقول وين المال العام وكيف راح المال العام وبدنا نجيب شركات تدقيق للمال العام؟ انا اليوم بعتقد بشكل واضح صارت الامور انه اكثريه الناس الموجوده على الارض واللي بعدها عم تشتغل هي ناس مسيره من خلال احزاب معينه متضرره من الحلول اللي بدها تفرضها الحكومه والقوانين اللي بدها تنطرح على مجلس النواب لمحاكمه الفاسدين. في ذكرني عمتين كان معارضه من 45 سنه لليوم يقول لي المرحله اللي كان فيها هو معارض، ومعارضه على شو عارض بحياته هو؟ شريك السلطه منذ التسعين حتى اليوم، لك حتى بهيدي الوزاره عمل مشكل تيفوت على السلطه وله وزير بقلب الحكومه، وين كان معارضه؟ بخلي لك بدكم تحترمونا انه نحن بالمعارضه، اي معارضه يا حبيبي؟ معارضه لما كنت موجود بالحكم من التسعين ل 2005 عم بتمارس كل انواع الظلم على كل الاراضي اللبنانيه بالتعاون مع السوري
وتستنزف كل قوى الدولة وتستعمل كل المال العام والمصالح الشخصية والسمسرات بالتعامل مع السوري. كنت بالمعارضة انه هيدا اللعب دايما ب98 عملنا زيت الفيل، رحنا انه نحن اليوم بدنا نتغير وبدنا نحاور الشارع المسيحي ومدري شو، تخضنا انتخابات وربحنا. قد ايه مفكر انه معقول يضل ينطري على العالم هيدا اللعب كل فترة بتغييرات؟ قد ايه مفكر انه في يضل العالم يصدقوا انه اليوم حقكم علينا واليوم الامريكان ضحكوا علينا ونحن غلطنا والله حقك علي وقتها توفى بي ما قدرت اقول الحقيقه، اضطريت اخذ بايدي 200 300 راس كمان معترين قاعدين بالضيع. لامتين بدنا نضلنا نخبر الناس اشياء غير موجوده وغير ملموسه وما إلى اي شيء بالواقع؟ عضو اللقاء الديمقراطي بلال عبد الله وفي مؤتمر صحفي وجه نقدا جديدا باسم الاشتراكي الى الحكومه اللبنانيه وخلفها حزب الله والتيار الوطني الحر، طارحا عمل الحزب البرلماني والخطط الذي تقدم بها في مراحل سابقه. نحن كنا وسنبقى حتى اشعار اخر في موقع المعارضه الايجابيه البناءه المسؤوله، ولكن هذا لا يسمح لأحد بأن يتمادى لا بخطابه السياسي ولا بتهديد فتح الملفات، لأن ما نملك من ملفات وما نملك من معلومات يطال الكثير الكثير الكثير. إذا لم نكن واثقين أنه عندنا قضاء مستقل، هذا الملف اللي يفتح وينظر فيه أحيانا ويزيد فيه أحيانا أخرى هو فقط للتشفي والكيدية والانتقائية، وعادنا هذا الأمر نحن ب 92 نتذكر شو صار، وهيتها اليوم نسخة مستنسخة عما جرى سابقا للتشفي من كل معارض سياسي إن كان وليد جنبلاط أو غير وليد جنبلاط أو تيار المستقبل أو القوات اللبنانية أو حزب الكتائب أو أي شخصية مستقلة أخرى، حتى إذا كانت اقتصادية مش بالشأن العام. آن الأوان لهذه الحكومة أن تعود إلى المربع اللي كانت فيه. بدي أرجع أذكرهم، نحن أعطينا الثقة ل وضعنا كمعارضة إيجابية مسؤولة، وإلا بدنا نحاسب. نحن بس يكون في عمل إيجابي للحكومة عم ننشد فيه، وتصور شدوا إشاداتنا بدور وزارة الصحة بأكثر محل، ولكن أن نصوب انتقادنا لبعض الخطوات أكيد، ولكن بتمنى على أولياء الأمر اللي عم نسمع أصواتهم هالأيام واللي مستائين من قولنا للحقيقة مهما كانت قاسية، انه ما ينتقلوا الى مربع اخر في التعاطي مع كل المعارضه من الحزب الاشتراكي، لانه بهذا المجال حيكون لنا ايضا كلام اخر وتصرف اخر. فهذه الكيديه والانتقائيه بالملفات والتهديد والوعيد لا ينفع لا مع الحزب الاشتراكي ولي جملات ولا بتصور مع القوى السياسيه الاخرى. وعلى وقع ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق اللبنانية، ارتفاع موازي في السوبر ماركت ومحال بيع الخضار، ومصلحة حماية المستهلك تتحرك للغاية. الأسعار بارتفاع مستمر، وسعر الصرف يلي قرب ال 4000 للدولار الواحد فرض نفسه على لقمة عيش اللبنانيين يلي وبغالبية قصوى بيتوا يأنون من الغلا. غلا طاول المواد الغذائية الأساسية ما استدعى تحرك حماية المستهلك بأكثر من اتجاه بمحاولة للعب دور الرقابة المطلوب منا. وبالسياق جالت مراقبة مصلحة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة رنا أيوب ورهام الحاج سليمان بمواكبة دورية من أمن الدولة على محلات بيع الخضار بسوق الجملة عند مدخل بعلبك الشمالي بمحلة التل الأبيض، وتأكدت من الفواتير ونسبة الأرباح من دون تسطير محاضر بعد التأكد من الالتزام بالهامش المحدد للربح. وكان المراقبون جالوا أيضا في بيروت على مجموعة من السوبر ماركت. أخذنا أسعار مبيع عن الرف لكذا سنة من الأصناف الاستهلاكية الأساسية، رح وطلبنا فواتير هيدي الأصناف، فواتير الشراء طلبناها بشهر تشرين، طلبناها بشهر كانون الثاني، وطلبناها هلأ حاليا. وكمان من عنده عن السيستم ببين أسعار المبيع، أسعار المبيع، حركة الأسعار المبيع بتشرين وبأول السنة وهلأ،
ونحن اليوم رح نحسب ارتفاع الأسعار، ارتفاع مبيع أسعار المبيع وارتفاع أسعار الشراء، ونشوف قد ايه نسبياً ارتفعت من شهر تشرين لليوم، وعلى أساسها رح ناخذ الإجراء القانوني اللازم. جولات مصلحة حماية المستهلك لن تكون الأخيرة، فهي ستواصل عملها في المرحلة المقبلة بمحاولة لردع التجار عن تحقيق أرباح غير محقة عبر رفع أسعار قد يتخطى المقبول ببعض الأحيان. وقبل المتابعة في سياق النشرة، نشير إلى إعادة فتح السير على أوتوستراد النعمة، أما في الذوق فهنالك محاولات مستمرة لقطع السير من قبل بعض الناشطين وأحراق الإطارات، والجيش يعمل على إزالة هذه الإطارات ومعالجة الأمر هناك رغم الكر والفر. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يشدد على أن التصدي لآفة الفساد ومكافحتها أمران حتميان، والإصلاح خيارنا الاستراتيجي. ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اجتماعا وزاريا إداريا بحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزير السابق سليم الجيساطي وعدد من الوزراء ورؤساء هيئات الرقابة، خصص للبحث في الأوضاع الإدارية والوظيفية والمالية في الإدارات والمؤسسات العامة وسبل مكافحة الفساد. وفي مستهل الجلسة شدد رئيس الجمهورية على أنه كي تؤدي مكافحة الفساد أهدافها لابد من توافر منظومة قانونية متكاملة وفاعلة، إضافة إلى وجود سلطة رقابية مقتدرة ومحترفة، استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري سن ما يلزم من نصوص واتخاذ تدابير عملانية وفقا لنص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وفي كلمته أكد على أن التصدي لآفة الفساد ومكافحتها أمران حتميان في الدول التي يسود فيها القانون ومنطق المحاسبة والمساءلة على أنواعهما، مع التأكيد على أن أي تصدي لهذه الآفة لا يمكن أن يكون ظرفيا أو جزئيا أو انتقائيا أو استنسابيا، موضحا أن هذه الآفة هي الأخطر وهي آفة مجتمعية ودولية عابرة للحدود والقارات ولا تقتصر على دول من دون سواها، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا بانهيار كامل أو جزئي لسلم القيم في المجتمعات التي تعاني منها. وفي مستهل الاجتماع أيضا رأى رئيس الجمهورية أن الإصلاح يبدأ بمعالجة الآفات التي يعاني منها النظام اللبناني وترتد سلبا على مشروع قيام الدولة بمقاومتها السيادية كافة، لا سيما بوجود أزمة اقتصادية ونقدية واجتماعية ومعيشية موروثة ومعقدة تفاقمت مع جائحة كورونا. بدوره رئيس الحكومة حسان دياب دعا لورشة جدية للمساهمة في إنقاذ الإدارة اللبنانية عبر تكثيف الجهود في الرقابة والمحاسبة من دون مظلة على أحد ومن دون تدخل السلطة السياسية، وأضاف لم يعد ممكنا الاستمرار في نهج التراخي، معتبرا أن الكل يعرف أن الفساد متضخم في لبنان ويتمتع بحماية السياسة والسياسيين والطوائف ومرجعيتها، لكن وعلى الرغم من الفساد الذي تسلل إلى كل شريان الدولة ليس هناك فاسد تمت محاسبته إلا من كان مرفوعا عنها. نتابع النشرة ولكن بعد الفاصل. نتابع النشرة. القاضية غادة عون طلبت إذن ملاحقة من وزير الطاقة بحق كل من مديرة عام النفط أورور فغالي ورئيس المنشآت النفطية سركيس حليس على أثر تغيبهما عن جلسة الاستماع في قضية الفيول المغشوش، موضوع الإخبار المقدم من المحامي ودي عائل. وللمزيد تنضم إلنا الزميلة لارا الهاشم. لارا يعطيك العافية، يعني شو جديد اليوم ملف الفيول المغشوش بالإضافة إلى هذا الإذن إذن الملاحقة؟ جورج، يعني القاضية غادة عون كان مفترض أن تستمع اليوم لصاحب شركة ZR Energy تادي رحمة وأيضا مدير الشركة إبراهيم الزوق، كما كان مفترض أيضا أن تستمع إلى المدراء في مديرة عام النفط أورور فغالي ورئيس المنشآت النفطية سركيس حليس في موضوع الفيول المغشوش الذي كانت قد بدأت التحقيقات به القاضية عون منذ أيام، ولكن كل الأطراف لم تحضر اليوم لهذه الجلسة، وذلك يعني كانت تريد القاضية عون استكمال التحقيقات في هذا الملف بعد توظيف أكثر من 12 موظف في المنشآت النفطية، إضافة أيضا إلى مخلص أعمال شركة
المستورد للنفط يعني، وذلك لختم التحقيقات في المرحلة الأولية. وبالتالي بحسب عملية الـ OTV فإنه نائب العام الاستئنافي القاضي غدا عون طلبت إذن ملاحقة مدير عام النفط أورار فعالي ورئيس المنشآت النفطية سركيس حلاس على أثر تغيبهم عن جلسة الاستماع رغم تبلغهم الموعد بالطرق القانونية. وأيضا بعد تغيب كل من صاحب شركة تاد آر إنرجي تادي رحمة ومدير الشركة إبراهيم الزوق أيضا أصدرت عون بلاغ بحث وتحري بحقيمة. إذا جورج هون بدنا نذكر أنه القاضي عون كانت فتحت ملف التحقيقات منذ أيام، منذ أكثر من 5 أيام، ولكن هذا الموضوع بدأ يظهر إلى العلن منذ يوم الجمعة مساء، وذلك يعني من بعد ما تم إرسال الموظفين الذين يقيمون هذه أو يقومون بهذه الأعمال المخبرية والتحليل المخبري لإفراغ حمولة فيول يوم الجمعة، وذلك يعني لتسيير شؤون البلاد بطلب من القاضي عون. وعندها تم اكتشاف أنه بدأت هذه التحقيقات مع هؤلاء الموظفين اللي كانوا بدأوا بالتلاعب بهذا الفيول المغشوش. وأيضا بحسب معلومات الـ OTV فأن القاضي عون ستدعي يوم غد على الموقوفين في المرحلة الأولى من هذا الملف وفي المرحلة الأولى من التحقيقات بهذا الملف، وهناك توجه إذن للإدعاء بالاحتيال والتزوير والرشوة، علما أنه كان عم بيتم التلاعب والغش في الفيول اللي هو المفترض أنه يتم استيراده من دولة لدولة، وهو تحديدا من دولة الجزائر يعني دولة لبنان من خلال شركة خاصة. ولكن بحسب التحقيقات الأولية تبين أنه الاستيراد لا يتم عبر هذه الشركة، وإنما هذه الشركة هي تشكل واجهة ليتم الاستيراد عبر شركة ZR Energy اللبنانية التي تقوم هي بالاستيراد فعليا، ويتم من خلال هذا الاستيراد ضرب الفيول بمواد يعني تؤدي الى خفض الكلفه على المستورد، واما الكلفه فتبقى هي نفسها على عاتق الدوله اللبنانيه، وبالتالي هذا يكبد الملايين للدوله اللبنانيه اللي بتدفع حوالي 2.5 مليار تقريبا سنويا لاستيراد الفيول. هذه التحقيقات استندت الى معطيات والى داتا اتصالات، وذلك من بعد ما قد تبين بالشهر الماضي انه شركه كارادينيز وشركه ام اي تي لما وصل الفيول الى لبنان وقبل تفريغ او قبل افراغ الحموله تم ارسال هذه العينات الى شركه رقابه عالميه وهي موجوده بدبي، وتبين على اثر هذه العينات والكشف عليها المخبري انه هذه العينات هي مغشوشه. اما سبب ارسال هذه العينات فهو انه قبل بمره هذه الشركات كانت تعطلت المطارات الخاصة فيها يعني والمحركات عفوا الخاصة فيها التي يتم استخدام الفيول فيها لإنشاء الطاقة الكهربائية، وهذا ما استدعى إرسال هذه العينات هذه المرة إلى شركة عالمية لتبدأ هنا عملية الكشف عن الغش. إذا تفاصيل إضافية طبعا نتابعها في تقرير مفصل في النشرة المسائية. عودة إلى جورج. شكرا لك الزميلة لارا الهاشم. وقبل المتابعة أيضا في سياق النشرة وفي ملف الاتصالات، غرد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على تويتر قائلا: بشرنا وزير الاتصالات والوزير كرامي بقرار استعادة الخليوي بعد صراع مرير مع كثير من القوى، مبروك. وكانت معلومات صحفية أفادت عبر مصادر مقربة من وزير الاتصالات طلال حواط أن الأخير قرر مباشرة إجراءات استلام قطاع الخلوي ونقل إدارة الشركتين لوزارة الاتصالات. وأكدت أيضا أن حواط قرر البدء بإعداد دفتر شروط جديد واقتراحه على مجلس الوزراء وإجراء مناقصة عالمية وفقا للقانون. على خط كورونا، 3 إصابات جديدة في لبنان، ووزير الصحة حمد حسن يحذر من التفلت الزايد. 3 إصابات جديدة بكورونا في الساعات 24 الماضية من أصل 1540 فحصا أقيم في مختلف المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة. هذا الرقم الإيجابي يتزامن مع دخول البلاد في المرحلة الأولى من عملية تخفيف القيود وفك التعبئة، إلا أن هذه المرحلة وبما تحمله من دقة ومع عودة التحركات إلى الشارع دفعت بوزير الصحة حمد حسن إلى التوجه إلى اللبنانيين محذرا إياهم. الوزير حسن رأى أن ما يحصل اليوم هو خطر داهم لنسف كل الإنجازات التي تحققت
وفاتورتنا في لبنان ما زالت أرخص بكثير من أي سيناريو كارثي في العالم. وفي توجهه للناس المتظاهرة ببعض المناطق اللبنانية قال: احتاطوا والتزموا التباعد بينكم، وضعوا الكمامات ولا تنقلوا العدوى من الشارع إلى أسرتكم، وأنتم تعبرون عن ألم يكمن في صدر كل مواطن لبناني. الوزير حسن قال: قد نصبح في مهب الريح في عاصفتين متزامنتين، الأولى في تظاهرات محقة والثانية في أزمة كورونا، وأنا خائف من أن يضيع الوطن. وتابع: كل المراحل قد تتأجل في حال كان هناك في المرحلة الأولى تفلت من الضوابط، وأدعو كل المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم كما نتحمل نحن مسؤولياتنا، والتماشي معنا رغم كل الألم حتى نخرج من نفق كورونا. وإلى ذلك أفيد عن تأجيل زيارة الفرق الخاصة بوزارة الصحة إلى المناطق بفعل قطع الطرقات ما يعيق عمل الوزارة في مكافحة كورونا. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. للمزيد تابعونا دوما عبر فيسبوك وتويتر. ابقوا معنا، إلى اللقاء.